السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. المرجعية صون العراق وحفظ الممتلكات، رسائل ودلالات الاهتمام بالعباد واسترجاع الحقوق. الأحزاب الكردية تحالفات الانتخابات تعكس حجم الخلاف بعد تعذر الانجماع في قائمة واحدة. حياكم الله. بعد 3 أيام من الجدل المتواصل حيال قضية أراضي الجهدرية، جاءت خطوة المرجعية العليا بلقاء أصحاب هذه الأراضي ككلمة الفصل في هذا النزاع الممتد، ووضع النقاط على حروف هذه الممارسات اللي تتنافى مع الشريعة والقانون، فضلا عما تحمله من رسائل اهتمام استثنائية بحقوق العباد الذين يتعرضون للظلم ومصادرة الحقوق، علاوة على تحفيز الجهات الرسمية باتخاذ الإجراءات الكفيلة اللي توقف مثل هذه الأفعال الهمجية وتضع حدا لمن يتخذ من الصفات الرسمية غطاء. وضمنا بلا شك هي إضافة للاءات السبعة التي قالها سابقا سماحة الإمام السيستاني عند لقائه بباب الفاتيكان. في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة، في حصاد هذه الليلة رغم جولات الحوار اللي جمعت أحزاب الشمال وفي المقدمة منها الحزبان الحاكمان، غير أنها لم تكن كافية للوصول إلى عتبة الاندماج في كتلة انتخابية واحدة في المناطق المختلفة على إدارتها. 4 تحالفات رئيسة راح تدخل الاستحقاق المحلي بالمناطق الواقعة خارج الحدود الإدارية لإقليم كردستان. هذا الموضوع يعكس حجم الخلاف الذي لم تستطع أي من الاجتماعات رد مهوته، وباعتبار أن مصائب قوم عند قوم فوائده، فتشتت الأحزاب الكردستانية منح فرصة إضافية للمكونات المتبقية في الظفر بأعلى الأصوات، خاصة في مدينة كركوك، فجميع الأنظار تصوب نحو منصب المحافظ. هذين الملفين مشاهدي الأحبة راح نتابعهم ضمن حصادنا لهذه الليلة، تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريمين الحاج أمجد يحيى راضي ممثل عن أصحاب أراضي الجادرية ضيفا كريما في الأستوديو. حياك الله حجي أمجد في هذه الحلقة. حياك الله حاج أمجد محي راضي. وكذلك ينضم معي في الأستوديو ضيفا كريما الأستاذ علي فضل الله الباحث في الشأن السياسي، ضيوفا أكارم. حجي أمجد، أبدأ مع حضرتك بالبداية، خلينا نعرف منو نسق موعدكم مع سماحة الإمام السيستاني، وهل كان اللقاء طلب من جنابكم لو مكتب سماحة السيد هم اتصلوا بكم وحددوا لكم الموعد؟ هم السيد اتصل بينا وحددوا لنا الموعد. ما شاء الله، تنسيق الموعد يعني روحتكم وصولكم لهناك استقبالكم. أحد الأئمة المساجد ودانا إلى هناك مسجد الإيمان في الكرادة. نعم. طيب أستاذ علي، أسأل حضرتك عن هذه القضية اللي أصبحت قضية رأي عام، تقتصر كونها أرض أصحابها ويعترضون أو يتعرضون للتخويف والتهديد، بالإضافة إلى الإجراءات الميدانية، التجريف والبناء واستغلال هذه الأراضي مقابل ثمن بخس، لو يعني هذه الرسائل من قبل سماحة الإمام السيستاني تعتبر رسائل اهتمام استثنائية بشؤون العباد، يراد لها أن تصل أو هي بالفعل وصلت للجهات المعنية اللي كانت ترعب وتخوف الأهالي الآمنين. في البدء شكرا لهذه الاستضافة أستاذ أحمد، تحياتي لحضرتك وللضيف الكريم، لكل مشاهدي قناتكم الكريمة. ويجب أن يدرك المستمع والمشاهد جانب مهم،
أن هذه الأمور هي من مسؤولية الدولة العراقية، من مسؤولية الحكومة، يعني حماية حقوق الأفراد وحماية الأملاك الخاصة وحتى العامة هي تقع على عاتق الأجهزة التنفيذية للحكومة العراقية وليست من مسؤولية المرجعية الدينية. لكن الجانب الأهم، وهذا حقيقة من خلال سؤالك للضيف الكريم، لاحظ مدى متابعة المرجع، أسأل الله أن يمد بعمر السيد السيستاني، ومكتبه للأزمة أو لقضية الرأي العام، والذي بادر بنفسه أن يتصل بالأهالي وأن يحدد موعد للقاء الأشخاص الذين أعلنوا أن هنالك مظلومية وهنالك استغلال للسلطة وللمركز الوظيفي من بعض الشخصيات النافذة. وفعلا هي هذه القضية أصبحت قضية يعني مقلقة لكل العالم، مقلقة برأي للرأي العام، وبالتالي تحتاج إلى تدخل. يعني كل ما قام به المرجع برأي اليوم هو إشارة إلى تنبيه السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية والقضائية للنهوض والقيام بواجبها لحماية حقوق المواطن العراقي وحماية أيضا الممتلكات العامة من الذين يستغلون المركز الوظيفي والسلطة العامة من أجل تخويف وترويع الناس، وبالتالي استغلال هذه المساحات الكبيرة. قطعا أيا كان طريق الاستغلال لهذه الأراضي، سواء من خلال بخس السعر أو استغلالها بدون سعر، أنا أعتقد هي جريمة يعاقب عليها القانون، وهي جريمة أيضا أخلاقية تنافي الأعراف والعادات والمبادئ اللي تربى عليها الفرد العراقي. من المفترض أن هنالك أمانة وهنالك مروءة لدى المواطن العراقي والعربي. لذلك اجتماع هذه العوامل برأيي جعل السيد السيستاني أن يتدخل لكي يوجه، واليوم وجه برأيي، وجه المسؤول العراقي أيا كان السلطة التنفيذية التشريعية القضائية، عليها أن تنهض بهذه المسؤولية وأن تحمي حقوق الأفراد. طيب حاج أمجد، يعني أتعمق ويا جنابك أكثر بتفاصيل اللقاء، يعني كم واحد رحتوا للقاء سيد المرجع؟ 4 أشخاص. طيب. امرأتان ورجل، أنا وصديقي. طيب يعني هذا العدد منو حدده؟ هل هي المسألة عفوية؟ والله هو 3، وأكو جماعة اللي مجاور مسجد الأبرار، ذول السادة الحسنية همين متجاوزين على أرضهم، فأجت العلوية معانا، كانت من مظلومياتها، طلعت ويانا باللقاء فراحت ويانا، فإن شاء الله نحصل حقنا عن طريق القضاء. الطريقة اللي رحتوا بيها يعني الطريقة رحنا بسياراتنا الخاصة. تمام. وصلنا هناك، وهذا المظلومية اللي تعرضتوا إلها، يعني هل كان هنالك أداء جسدي مثلا، تجاوز على السيدات من قبل اللي صار أنه إحنا صار لنا، أنا بالنسبة إلي إحنا 3 قطع، بالنسبة لنا 3 قطع. القطعة الأولى 7 دونم إلى بني لام، إلى المرحوم حجي ناجي، هذه كانت نصف للدولة، أموال الدولة، ومن أموال الدولة زحفوا إلى أموال الخاص اللي هم المرحوم حجي ناجي. بعدها في يوجد طوف بين البستان 49 دونم إلى زوجة الرئيس السابق، فقاموا برفع الطوف وسحبوا 3 أمتار بحجة أنه المساحة العامة، تعرف أنه دولة مسيطرين على كل أجهزة الدولة. فبعدها دخلوا إلى كل الأرض 50 دونم، استولوا عليها، جرفوا نخال، يعني التمر، يعني جرفوا النخيل، وكل من نوع جيد برحي. ولكن أهالي هذه المنطقة الحمد لله قسم، هم كانوا تقريبا إلى النظام السابق 10% من الأرض، حوالي 5 دونم، وإلى بيت بنية باعوا إلى أحد إلى جمعة الماجد شركة الفرسان، لهم حوالي 18%، وإلى بيت حجي ناجي حوالي 70%. هذه 70% حاولوا قسم جاهدين بالخاوات، أخذوا حوالي 5 دونم 10%، وقسم همين خاووهم تأخذ 50% من الأرض، 30% بالأرض طلع الكاب بواسطة الميليشيات، وهذا الوضع صار. وقسم لم يقبلوا بالمساومة على أعراضهم وعلى شرفهم، فظلوا صامدين. زين الحمد لله بمناشدة بعد ما كملوا هذا التجريف الأرض، أنا قريب من هناك أحد المزارعين وهو المرحوم اللي أنا أتألم عليه،
فايق أبو حسنين ابن حجي ناجي، هذا يحكي وياي كان يبكي في ذات يوم وقال لي يا أمجد أنا عندي ذكرى في كل نخلة، أنا كبرت مع هذا النخيل، أنا مع كل طصة بالأرض عندي ذكرى بها، عندما قصوا الأشجار مات قتلوه، وهذا هو الشريف الذي يعني قتلت الغيرة زين. فإحنا بالنسبة أن ذولا الناس يعني مجرمين، يعني أنت أرض مو لك تجي تفوت بيها، شنو يعني لا مشتري لا بايع، تجي ورا ما تسيطر عليها بالقوة، جابوا لهم 20-30 سيارة مسلحة، وأكو هذا الأخ هيثم يعني خطية كسروه قتلوه وحروا، يعني حروا سووا به دمروه نفسيا، الحين قاعد بالبيت. أنا أعتبره هذا أشرف واحد بيت حجي ناجي زين بالنسبة إلي، ولو هم كلهم شرفاء لكن هذا الشخص قاوم والحين جليس البيت أريد كرامته ترجع زين. وحتى له في الفوج الرئاسي عقد 117 مسيطرين عليه، لما راح يطالب به هم أنا ضيع حقه باقوا العقد منه. فإحنا ذولا 50 دونم روحوها، بالنسبة لشركة الفرسان هم لهم 8 دونم، أخذوا 8 دونم، لكن لا أعلم أنه الموقع هو الزحف على الطريق العام، وأخذوا حوالي 1 دونم حوالي 3000 متر من الطريق العام. أنا حاولت معهم واسترجيتهم لكن لا يفهمون، والظاهر أن الغرور أخذهم مع هذه الميليشيات الذي ذبحت الشيعة والسنة والمسيح زين. كيف تتعاملون معهم؟ هؤلاء ذبحوا الشعب العراقي، هذول ظلموا العراق زين. احنا العراقيين قلب واحد زين، احنا عايشين من سنين، احنا كنا ميولنا نميل الى العداله الالهيه زين. الله يحفظ السيستاني دعا لنا اول دعاء، ما تكلم بشيء، دعا الى الشيعة والسنه والجميع الطوائف الموجوده زين العراقيه، دعا لهم زين، كان ما له الا الدعاء لهم. نحن لا نفرق، نؤمن بالله وبكتبه ورسله ولا نفرق بين رسله زين. نحن انا اتالم والله، ابكي من عندما اذكر الجريمه اللي زمان هذا هؤلاء الحكام عندما قاموا بكنيسه النجاه، عندما كبت بكى الطفل ضربوه برصاصه، عندما بكى ذهب الى القس الله يرحمه الشهيد البطل الوسيم بطرس قال اقتلوني انا، لا لماذا تقتلون الطفل، فضربوه طلقه في راسه، وهذا كله امام 200 شخص زين. وبعدها قتلوا الاب وقتلوا الامراه وقتلوا، هذا الاجرام، وارعبوا اخواننا، نحن ارعبوا عيسى عليه السلام، ابناء عيسى صلبوا 58 شخصا زين، وارعبوا الباقين وهربوا من العراق. لماذا 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 نحن هكذا؟ لماذا؟ لا اريد افهم، انا ما ما ماذا عملت انا؟ هذه قضيه تفريط الحقوق، عمري 60 سنه، 20 الحين 20 سنه مع هذه الحكومه، هذه ما شفنا منها، ماذا شفنا؟ بريمر 15 سنه تي ان تي اخباه في هور رجب زين، وفجر 60,000 انفجار في العراق، ماذا عملتم انتم؟ ماذا قولوا، ماذا عملتوا بالعراق؟ ما طيب. قدمتوا لنا شيء، انتم دمرتونا طيب. انتم والله الى بريمر يا سوف نساءكم تباع وتسبون كما سبيتم نساءنا زين. هذا المال والعرض وكله تشوفوه في هذه الدنيا يا امريكا، جوزوا منا خلاص، شو تردوا من عندنا؟ الذهب النفط ماخذينه مجانا، بعد شو تردون هسه؟ ليش راجعين دازين هاي الحفلات تاخذ اموالنا اعراضنا؟ انا في الامارات، دوله الامارات كل شخص تعطيه 1000 متر زين، عمي لا تعطونه، اسلم على قاعك، عفوا اسلم على قاعك، هسه ما لازم الدوله تنطيك اسلم على قاعك. اول شيء المرجعيه عودتنا حاج امجد، والسؤال للسيد علي فضل الله، المرجعيه وفقا لتوصيف الحاج امجد، انه المرجعيه عودتنا على حضورها في المواقف الكبيره ودعمت النظام بعد 2003 وما يتعلق بالدستور، ايضا دعم كبير في الانتخابات، فتوى الجهاد الكفائي في القضيه الفلسطينيه. شنو هي دلاله اهميه هذه القضيه حتى
قضية الأراضي، أراضي الجادرية، حتى تخرج المرجعية وتلتقي بأصحاب الشأن. يعني نقدر نقراها بأنها إحدى اللاءات التي لاءات السبعة اللي قالها سماحة السيد الإمام السيستاني ضد الفساد، وأصبحت الآن ثمانية. شوف السيد أحمد، برأيي إذا ترجع الفتوى الجهاد الكفائي اللي صدرت من سماحة السيد السيستاني، صدرت حقيقة لحماية المقدس، هسه الأرض والعرض والمال وكل المقدسات اللي يحتز بها الإنسان الكريم. فبالتالي هذه الأرض الآن اللي بالجادرية واللي بسبع قصور واللي بالرصافة واللي بالكرخ، والتي تستباح من بعض الشخصيات التي تستند إلى بعض المراكز الوظيفية، هي لا تقل خطورة حقيقة عن موضوع دخول داعش واحتلاله للأرض العراقية في المحافظات الخمسة. لذلك الموضوع نفس الموضوع، قد تختلف الشخوص، لكن برأيي الضحية واحد، هو المواطن العراقي. لذلك استنقاذ حقيقة أو ظهور دور السيد السيستاني ومتابعته لهذا الموضوع هو من باب برأيي الرعاية الأبوية للسيد السيستاني. ولا أنا أكرر، السيد السيستاني والمرجع الديني غير مسؤول عن عمل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، هو بالأخير حقيقة مرجع ديني يمتلك دور الوعظ والإرشاد المفترض بالطبقة السياسية. وبالمناسبة السيد السيستاني، يعني خلي يعرف المشاهد، خلي يسمع ويسمع أو يعرف المستمع أيضا، أن دور المرجعية الرشيدة هو تثبيت النظام السياسي وليس الطبقة السياسية. يا أخوان ميزوا، نحن عشنا في نظام ديكتاتوري وأدركتم مآلات النظام الديكتاتوري. لذلك المرجع الديني ومنذ عام 2003 عندما جاء الأمريكان كان الغرض من عنده حقيقة بناء نظام سياسي هش وديمقراطية مزيفة، كان الغرض هو وجود حكومة مؤقتة لحين بناء حكومة شبيهة بحكومة صدام. لكن دخل السيد السيستاني على الخط وأجبر الأمريكان على عاملين، العامل الأول كتابة دستور من لجنة منتخبة ووجود حكومة دائمية منتخبة. الغرض هو توطيد وتوثيق النظام الديمقراطي، وإلا خلينا نكون واقعيين. يعني حتى ما أتكلم بالضيف الحاج أمجد، أنا أعتقد لولا وجود فسحة، هسه ما أقول أكو نظام كامل، يعني لو نرجع للنظام الدكتاتوري ويطبون التكارتة عذرا، هذا بالمناسبة هذا مو دفاع عن الطبقة السياسية، لكن أقول لحد الآن هنالك من يسمع من الطبقة السياسية، بينما لو عدنا للنظام السابق الأرض تغتصب ولا يستطيع أحد أن يحترض على هذا المجال. هذا لا يعني أنه أنا أبرر ما يقوم به، لا بالعكس، هي نفس الجريمة. وأنا أكرر وصفت موضوع تجريف أراضي الجادرية وأي مكان في العراق، إذا كان بأسلوب غير قانوني يعني هو شبيه بعملية داعش. حج أمجد يتكلم بحق الخطوة اللي أسقطت عباءة الصفات الرسمية أو من يدعون بهذه الصفات الرسمية، سيارات مصفحة مضللة مسلحين، هذه الصفات أسقطتها لقاءات المرجعية بالجماعة جماعة الأرض، يعني كشفت ما تمارسه من ابتزاز وتهديد للناس، ومنحت الضوء الأخضر للسلطات بالضرب بيد من حديد دون هواد لمن يقول بمثل هذه الممارسات. أحسنتم أستاذ أحمد، فعلا يعني اليوم أنا برأيي توجيه المرجع السيستاني واضح أنه على الحكومة العراقية أن تنهض بدورها، واستغلال السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو المركز الوظيفي أيا كان من قبل بعض الشخص أو المجموعات، هذا يعد جريمة، جريمة بحق الدولة العراقية، بحق الحكومة العراقية، بحق المواطن العراقي. لذلك يجب على الحكومة العراقية أن تحجم هذه الجماعات. أنا برأيي ما يحسب للضيف الكريم للحاج أمجد أنه من الشخصيات الشجاعة التي برأيي كشفت الغطاء والقناع والحصانة من خلال مواجهته. وعلى الجميع، يعني خلينا نحذو دور الحاج أمجد في موضوع المواجهة. يا أخوان الدولة تكون ضعيفة إذا كان المواطن ضعيف، لكن عندما يكون المواطن قوي قطعا الحكومة ستكون قوية وستجبر على استرداد الحقوق وإعادتها إلى أصحابها. برأيي يجب أن نتعاضد، أن نواجه أي إنسان منحرف أيا كان مركز الوظيفي، وأن لا نتخوف من الحزب
المغرب ومن التيار ومن الجهة ومن أيا كان، من المفترض أن نواجه أي إنسان يستغل السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، السلطة القضائية. اللي أقوله أني المواطن مثل ما تكلم الدستور هو صاحب السلطات، فبالتالي يجب أن يكون المواطن شجاع وأن لا يتراجع أو يتخاذل أمام حقه. طيب حاج أمجد، أريد أسألك أيضا على التفاصيل، يعني مدة لقائكم مع سماحة المرجع إيش قد طولت؟ حوالي 5 دقائق. وإحنا بالنسبة إن يعني السيد الثاني دعا إلى المظلومين، يعني أنا حسيت بظاهر شكاوي كثيرة، لأنه دعا السنة والمسيح والشيعة، حسيته يدعو بسوء، لأنه نحس أنه الظلم، يعني هذه دولة خيط وخربط. يعني أنت تصور احنا سمحت المرجع هو فاهم القضيه، لو استمع لكم انتم شرحتوا قضيتكم معاناتكم مظلوميتكم، هو الظاهر من متبع الكلام متبع اكثر منك اخبار. الصور يعني شلون دز علينا، يعني يهم امور الناس، وخصوصا زوجتي قالت هذا شرفنا ولا نتركه. احنا بالنسبه ان يعني احنا الشعب العراقي مسكين قاعد كله بالحواسم، هذا الشعب ما يستاهل تقعدوه بالحواسم وتخوفوه. يعني انت بلديه جتك، ها فلان اجاك، ها فلان ميليشيا حتى طردك، ها فلان حيفلشك، احنا ليش هيك؟ خطيه الناس ما لها ذنب، يعني ما تعرف. احنا 20 سنة الاراضي الزراعيه كلها راحت بيد المافيات، وباعوا الاراضي والاموال تحولت اكثر من سرقه القرن. حجي احنا دمرونا، حجي دولة ما خلوا، لا خلوا زرع الى قيمه ولا خلوا اي شيء. احنا البلد يعني رجع الى الوراء اكثر من ما صدام رجعنا. زين احنا حسيت سماحة السيد السيستاني الله يديم ظله انه يعني مركز على قضيه اراضي الجادريه بالذات، ام ربطها بمواضيع اخرى من خلال حديث سماحته؟ والله السيد السيستاني كلامه مختصر، مو مثلنا، كلام واحد دعا للشيعة والسنة والمسيح، وظل يدعو لهم ويدعو لكل المظلومين. هذا كان دعاء على المظلومين، دعاء إلى المظلومين. هذا كان تركيزه واللي صار وياه إن شاء الله. طيب لما لقاء 5 دقائق أستاذ علي يحدث كل هذه، مو الضجة نسميها، وإنما كل هذه الإجراءات اللي حفزها، يعني تفاعل سريع اللي صدر من رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية تحديدا حول هذه القضية، ولربما بعد أكو جهات مثل ما دعيت حضرتك، السلطة القضائية أكو لها قولة لازم تقولها، السلطة التشريعية أيضا، وأيضا الجهات التي ادعوا هؤلاء بالانتماء إليهم أيضا لازم تقول قولتها. هذا الموضوع شنو راح ينطينا من مؤشرات من إدارة حزم في التعامل مع مثل هذه القضايا اللي حاول البعض مصادرة حقوق الناس فيها؟ شوف أستاذ أحمد، هي المسؤولية مشتركة قطعا، المواطن له دور كبير في هذا الجانب، وأنا قلتها حقيقة، يعني دور الضيف الكريم عندما واجه الجهات المختصبة لحقوقهم لأراضيهم، أنا أعتقد حركة الرأي العام، صناعة الرأي العام، أنا أعتقد أيضا وجود الرعاية الأبوية من قبل المرجع السيد السيستان، وأنا أكرر ليس من مسؤولية المرجعية الدينية أن تتابع موضوع الأراضي، لكن أيضا دور الأبوي ألزم الطبقة السياسية أنه بمسؤوليتها. لذلك فعلا بمجرد اللقاء تحركت كل مفاصل الدولة العراقية. الآن الكرة في ملعب أولا الجهات السياسية والمؤسسات الحكومية، أي جهة من المفترض عندما يتم استغلال اسمها بهذا الأسلوب البشع والذي يسيء لاسم الحزب أو التيار أو المؤسسة الحكومية، من المفترض أن تقيم حقيقة أو تجعل أو تأمر بوجود لجان تحقيقية تتقصى الحقائق، وبالتالي تعاقب أي جهة استغلت المركز الوظيفي. هذا يعطي انطباع جيد. أنا يمكن أختلف ويا الحاج على أنه هذه الحكومة أو هذا النظام هو أبشع من نظام صدام، لا يا حاج، خلينا نكون واقعيين، قد تكون متضرر وحقك، لكن خلينا نقارن. لو جنابك أنت هذا الدور قمت به أمام النظام الصدامي، أنا عذرا يعني ما أعتقد يبقون أثر للشخص المعترض، لكن هذه الحكومة مقصرة. خليفة من المشاهد، أنا لست مدافعا عن تقصير الطبقة السياسية والحكومة، لكن أقول أكو مقصرية، لكن الحكومة ليست داعمة. دليل ذلك بمجرد صدور البيان هنالك تحرك واسع
حكومي وحزبي من قبل الطبقة السياسية. لذلك شتان ما بين هذا النظام وذاك النظام الدكتاتوري الذي كان يستبيح الأعراض والأراضي والكل ولا يعطي لأي حق لصاحب حق حقه. لذلك أنا أقول علينا أن نتعظ من النظام السابق وأن لا نكرر الأخطاء السابقة. بنفس الوقت المواطن عليه دور، الأحزاب السياسية عليها دور، والحكومة العراقية عليها دور. علينا أن نتعاضد من أجل حماية حقوق هذا البلد، وبالتالي نصل إلى مرحلة الاستقرار ونحجم الفساد المالي والإداري ونحجم أصحاب النفوس الضعيفة الذين يستغلون الأسماء المرموقة والمراكز الوظيفية من أجل تحقيق منافع شخصية وحزبية على حقوق المواطن العراقي. حاج أمجد، يعني هل كان لقاء سابق على مر السنوات الماضية مع سماحة المرجع أم هذا أول لقاء؟ ثاني لقاء. ومن دخلت شلون توصف لنا المكتب، غرفة المرجع؟ والله إنسان جدا بسيط، وهذا ثاني لقاء معه. وإحنا بالنسبة إن بالنسبة يعني اللي شفناه بالعراق، يعني إحنا مدى جايين نجامل، إحنا من الأسوأ إلى الأسوأ إلى الأسوأ إلى الأسوأ. أنا عايش في دبي، كانت دبي بلد صغير، صارت ألف دبي، ألف دبي. أنتم صار لكم 23 سنة حجي، ما شفنا منكم شيء. يعني البناء لي وراء، التقدم لي وراء، الكهرباء يعني شنو؟ أنا بدبي كهرباء أدفع قيمة الفاتورة، إحنا ليش هنا ما ندفع فاتورة؟ من يصير الكهرباء ببلاش منو ما يستهلكه؟ هي الأشياء اللي تصير، إحنا شيء مبرمج علينا. إحنا بلدنا بدأ يفرغ زين، يعني في ذاك الزمان يفرغ وبهالزمان يفرغ، يعني ماكو يعني اذا نشوف اي تقدم ولا حيصير. 23 سنه احنا يأسنا منكم، يأس عندنا، يأس كاملا كاملا. يعني شنو قاعدين تضحكون على نفسنا بكم ولا تضحكون على منو؟ زين، الشيء مبين يعني مثل عين الشمس. انت جاي قاع ما تطيل المواطن، تروح المواطن، وانتو شنو يعني رواتب 500 ألف لهذا؟ بالإمارات ياخذ له مليونين 3 ملايين المواطن. احنا بغداد، بغداد هذه بغداد صرف حجي، يعني انت تجي المواطن مجبور زين، يعني ما يكفي زين. صح ذاك الوقت همين كان ما يكفي، وهسه الوقت ما يكفي. يعني احنا الضغوط اللي تصير علينا، يعني شعب بطل. احنا الحمد لله شلون ماشيين يعني ما اعرف. يعني انت تجي انا والله الحر اللي نعيشه يعني شيء مو طبيعي زين. السرقه الاموالنا يعني حجي، تجيك سياره حشد، الحشد المقدس زين، هذا البريء، يجي شخص اللي هو الصفاء اللامي ابن اخت ابن اخوه مدير امن الحشد، اول من اتصل بي يقول اني مدير امن الحشد، يابا تعال، يقول لا انا بريء منه زين. اني سيارتك صارت 3 سنين واقفه هنا أنا. زين الحمد لله طاح الصنم زين، وكان هذا الرقم هذا الاسم مرعب في المنطقه، والحين الحمد لله والشكر طاح الصنم، وان شاء الله انتصرنا بصايه الخيرين من الحكومه والمراجع وكثير من الأخوة اللي تقدموا علينا في اللي صار. وإحنا نتأمل إن شاء الله، يعني الله يسامح، ليش ما نسامح القديم؟ يعني هم رافعين شعارات، شعاراتهم كلها قديمة. محمد صلى الله عليه وسلم كان في الحرب يقتلون عمه يسامحهم، شنو أنتم ما تسامحون؟ صار 20 سنة وفلان وفلان. الله يسامح، نعم. انتم واجب عليكم خلاص. احنا سوينا في شرخ خطيه، يعني انا من اهالي سامره، اخواننا سوامره، من 2003 الى 2004 2005 ضغوطات، ناس جت عليهم ما تفتهمهم شنو، اخذوا اراضيهم، سووا فتنه بيننا وبينهم. احنا متعايشين زين، احنا متزاوجين، احنا متصاهرين، انتم هذا لعبكم بطلوا منا بعد خلاص، جوزوا بعد تردون؟ اخذتوا النفط واخذتوا الضريبه واخذتوا كل شيء، ليش تاخذون اراضينا؟ خليني انتقل استاذ علي اذا تسمح لي. يعني المرجعيه لما تتعامل مع هذه القضايا اللي تبدو بسيطه لكن هي كبيره وهي تكاد تكون ظاهره في هذا المكان وأماكن أخرى،
خلينا نستذكر بعض المواقف، مثلا الطفلة المصابة بالسرطان عافاها الله لما قالت أتمنى ألتقي بسماحة المرجع، بالفعل ثاني يوم قعدت مع سماحة المرجع. الجرحى من الحشد الشعبي والقوات الأمنية، كان هنالك أيضا لقاء غاية في التواضع والرقي مع سماحة المرجع، وأيضا هذا اللقاء هو يضاف إلى هذه اللقاءات القصيرة في وقتها والبسيطة في مغزاها، لكنه عميقة ورسائل كبيرة إلى المسؤول. شوف أستاذ أحمد، أنا برأيي المرجعية أكرر لا تمتلك سلطة تشريعية أو تنفيذية أو جهاز حقيقة جهاز قضائي، لكنها تمتلك قوة من قوة الشارع. عندما يكون الشارع بمستوى المسؤولية، المواطن بمستوى المسؤولية، قطعا المرجع سيكون له دور كبير وتأثير كبير على الحكومة العراقية. المؤسف المؤلم أن طبقة سياسية تنصلت من وعودها سواء باتجاه المرجعية أو باتجاه المواطن العراقي. المرجعية عندما أجبرت المحتل على كتابة الدستور ووجود حكومة دائمية، كان الغرض من عنده هو ماذا؟ هو تحطيم العراقي من خلال حكومة منتخبة. استغلال هذه المناصب من قبل الطبقة السياسية قطعا سيجعل هذه الطبقة السياسية أو يجعل المرجع ناقم، ونقمة المرجع هو نقمة الشارع أيضا، وهذا الموضوع يجب أن يدرك من قبل الطبقة السياسية. علينا أن نتذكر المرجعية الدينية حركت الشارع في يوم من الأيام واستطاعت أن تقلب الطاولة على عدو إرهابي مدعوم من قبل 50 جهة دولية واستخبارية، واستطاع العراق أن ينتصر بفتوى تدخل المرجعية. أقول للطبقة السياسية عليكم أن تحفظوا الأمانة واليمين الذي أقسمتم به على حفاظ على حقوق ومقدسات هذا البلد وحقوق المواطن العراقي، لكن أكرر أن قوة المرجعية ستكون واضحة من خلال قوة المواطن العراقي. متى ما كان المواطن العراقي مواجه لأي عملية فساد أو استئثار بالمال العام من قبل الطبقة السياسية، قطعا سنجد المرجع حاضر. نحن جنود المرجعية. الشارع العراقي عندما يحترم التعليمات والأنظمة سواء في الشارع أو في دوائر الدولة العراقية، قطعا سيكون هنالك حكومة منضبطة وستعمل وفق الضوابط. وأنا قطعا أنا أقول من خلال متابعة السيد السيستاني سنجد حل لأزمة الأراضي واستغلال الأراضي من بعض ضعاف النفوس من الشخصيات السياسية والتي والشخصيات الحكومية. أنا حضرتك أيضا أكثر من مرة دخلت القضاء أستاذ علي، وأسأل حج أمجد، يعني توجهت للقضاء؟ نعم. عندك أمر محكمة مثلا؟ أنا توجهت للقضاء مع جاري زين الكبيسي، لكن يعني فوجئت بالمحكمة أنه يعني يعتمدون على الخبراء وهذا ليس اختصاصهم وكانوا ضعيفين، فاتجهت إلى شلون إذا حضر الماء بطل التيمم، ذهبت إلى المساحة العامة وإلى الأمانة وإلى البلدية وإلى الطابو. الحمد لله أخذت تقرير بأنه هذا طريق لي، طريق عام عمره أكثر من 100 سنة، وأعطوني الحق وذهبت إلى الأمانة لتنفيذ الطريق. لكن هؤلاء المتنفذين يعني هذا بالنسبة للحال عن طريق البلدية، لأن هذا طريق البلدية، فقمت إذا إلى النظافة، لكن النظافة من 17/4 ضموا الأوراق مالتي لإزالة وفتح الطريق. بعدين عندي محكمة معهم قضائية زين مع الإخوان الكويسية، هي عندما شاهدت المحكمة هذه الأوراق نفت ما كتبه الخبراء المحكمة، وهم يماطلونني، المحكمة تماطلني، صار مدة طويلة وقاموا بالبناء على السريع على الطريق في بعض المكانات، يعني يردون يأخذون وقت، وأخذوا الإعلام شركة دجلة واتهموني بالتجريف. الأرض أنا أرضي هي كانت ميتة لأنه لا يوجد ماء عليها، والحمد لله والشكر جبت تانكي ستانلس ستيل وجبت تقطير ماء لأنه لا يوجد عليها ماء، انقطع علي الماء عندما بنوا البيوت على الأرض زين. فقمت والحمد لله زرعت 1200 شجرة وقطعت الأرض إلى أهلها، كل من سلمت أرضه له، اللي يريد يزرع يزرع واللي يريد يبني لا لم يبنوا. أشكر. أكثريتهم لم يبنوا لأنه كانوا يخافون من البناء غير قانوني، وجماعتي كلهم إن شاء الله ملتزمين، وإحنا نأمل إن شاء الله
يصير العدالة الإلهية على كل البشر، وأنه وأشكركم. أشكرك شكرا جزيلا الحاج أمجد محي راضي، ممثل عن أصحاب أراضي الجاذرية، ضيفا كريما في الأستوديو. وشكر كثير لحضرتك الأستاذ علي فضل الله الباحث في الشأن السياسي، ضيفا كريما. ونتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع. الأحزاب الكردية تحالفات الانتخابات تعكس حجم الخلاف بعد تعذر الانجماع في قائمة واحدة. حياكم الله مجددا في هذا الملف. ارحب بضيفي الكريمين في الاستوديو، الاستاذ مهدي عبد الكريم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ضيفا كريما، والاستاذ احمد الهركي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني عبر سكايبنا السليمانيه. حياكم الله ضيوفا الكرام. استاذ مهدي، جولات حوار واجتماعات سواء في السليمانيه او اربيل بين القوى الرئيسه في الاقليم، هنا نتحدث عن طبيعه الحال المفترض التوصل الى قائمه انتخابيه واحده كما جرت العاده في الكثير من الانتخابات، لكن نتيجه أربعة تحالفات انتخابية راح تشارك في المناطق المتنازع عليها، ليش تعذر تنسيق الموقف هذه المرة؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لجنابك المقدم المحترم الراقي وقناتك ومشاهديك وإلى أخي الحبيب العزيز أستاذ أحمد الهركي المحترم. حياتي. أعتقد من الأمور الطبيعية أنه تكون هناك اختلاف بوجهات النظر أو نزول في قوام متعددة أو تحالفات متعددة، وأيضا حتى مع الأحزاب الكردية، ولكن المهم هي بعد الانتخاب، بعد ما تنتهي الانتخابات وتكون النتائج، هناك ممكن تكون هناك تحالفات كبيرة أو تجمع لهذه الأحزاب والظهور على تحالف واحد من أجل استحصال الحقوق اللي على لدى شعب الكردستاني وهذه الأحزاب التي تشارك بالانتخابات. لهذا سبب من الأمور الطبيعية جدا أنه تكون أي قائمة أو أي حزب ينزل بكتلة أو بقائمة واحدة، وهذا ما حاولنا أكثر من مرة نحن والأخوة في الاتحاد أن يكون هناك قائمة واحدة وننزل نكون في الانتخابات في المناطق المختلف عليها، إن كان كركوك، ديالى، سهل، نينوى، كل هذه المناطق اللي لدينا تواجد بها. ولكن هاي همنا يعني تعتبر من الأمور الطبيعية في الانتخابات اللي تحدث دائما، إضافة إلى أن هناك اختلاف وجهات النظر لا 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 تفسد بالود قضية، باعتبار أنه الهدف واحد هو، والمشاركة في الانتخابات هي الأهم من كل هذه الأمور. طيب أستاذ الهركي، جد ترحابي بحضرتك. ولما للأحزاب الكردستانية تكون هنالك أحلام في المناطق المتنازعة عليها، خاصة في منصب محافظ كركوك بالذات، هنا التجزئة لهذا العدد من التحالفات، هل راح يبقي الفرصة قائمة أم أنها راح تكون مستحيلة المنال وسط هذا الانقسام؟ في البداية تحية لحضرتك أستاذ أحمد والضيف الكريم ومشاهدي قناة الأيام الكرام. يعني بالفعل الفرصة لا تزال قائمة، يعني في محافظة مثل كركوك لا زال مثلا لو تحدثنا الاتحاد الوطني الكردستاني هو أكبر الأحزاب في كركوك ويتصدر المشهد الانتخابي منذ عام 2005، ولكن الفرصة كانت أكبر، يعني لو كان هناك تحالف يمثل كل القوى الكردية يعني كان هذا سيزيد من حظوظ القوى الكردية. نرى يعني حتى في المكون العربي هناك حالة انقسام موجودة، ربما الأخوة التركمان هم الأكثر تنظيما، لديهم قائمة تمثل مختلف الأطياف التركمانية، يعني حتى يعني الاختلاف رغم الاختلاف الطائفي الموجود ولكن هناك قائمة تمثل التركمان جميع، الانقسام موجود ربما بصورة أكبر من المكون الكردي داخل المكون العربي أيضا، ولكن كان من الافضل ان تكون هناك قائمه كرديه تمثل الجميع. استاذ احمد، لو رجعنا الى التاريخ قليلا، يعني حتى بعد تغيير محافظ كركوك المرحوم نجم الدين كريم عندما صوت عليه مجلس النواب، يعني كان ممكن القوى الكرديه يعني لان هي كانت تسيطر على مجالس المحافظات حينها، كان ممكن بمنتهى السهوله ان يتم انتخاب محافظ جديد في كركوك. انا اتحدث حينها واريد ان ارسل رساله انه كيف كانت الخلافات الكرديه
اضعفت الوضع الكردي في المناطق المتنازع عليها وخاصه في كركوك، يعني كان من الافضل ان تكون هناك قائمه تمثل الجميع في كركوك، خاصه في نينوى، في ديالى، في خضات وسكرمات ضمن المحافظه صلاح الدين، ولكن مع الاسف الان هناك يعني حاله تشظي موجوده، ولكن الاتحاد الوطني الكردستاني مستعد لكل السيناريوهات، يعني كنا ندرك انه ربما امكانيه التحالف صعبه، لذلك نحن مستعدون في الانتخابات في نينوى، لدينا قائمه تضم اتحاد اهل نينوى. رغم هذا الاستعداد استاذ احمد، ولكن سبب الدخول بقوائم منفرده دون التحالف مع قوائم رئيسه، هل هو اختبار ذاتي لمعرفة الحجوم الحقيقية لكل كتلة؟ يعني ربما يعني الاختبار الذاتي نعم، ولكن بصراحة هو نتيجة التباعد، يعني ربما هنا نحن لسنا بحاجة إلى اختبارات ذاتية، خاصة يعني في محافظات يعني في المناطق المتنازع عليها، فهو يعني في محافظة مثل كركوك هي يعني ملعب الاتحاد الوطني الكردستاني، فحجم الاتحاد معروف، حتى في محافظة نينوى، في ديالى، في توسط الماضي دائما الاتحاد يتصدر في هذه المناطق، على سبيل المثال في محافظة ديالى عادة يحصل الكرد على مقعد أو مقعدين هي الاتحاد الوطني الكردستاني الانتخابات في توسط الماضي. أستاذ أحمد، موضوع التباعد يعني هذا الانقسام التشظي في الكتل لم يؤثر على محافظة كركوك فقط، يعني حتى في محافظة ديالى لو هناك قائمة كردية في مناطق خانقين وجولولاء والسعدية وغيرها كان ممكن أن تزيد مقاعد المكون الكردي، حتى في توسكرماتو في ضمن محافظة صلاح الدين، حتى في نينوى كذلك، ولكن الآن واقع والاتحاد الوطني الكردستاني مستعد ويدخل في قائمة في كركوك وهذه المناطق في نينوى اتحاد أهل نينوى، ولذلك نحن مستعدون للانتخابات. كان من الأفضل أن أستاذ أحمد خلي أقاطعك في هذه الجزئية إذا اسمح لي، نقطة مهمة جدا يثيرها السيد الهركي أستاذ مهدي لما يتحدث عن انشطار الانتخاب الكردي بأنه يثير تخوف من تقلص حظوظكم في عدد المناصب في المناطق اللي راح تشارك بها هذه الأحزاب، ما تعتبر أستاذ مهدي أنه هذا الموضوع بالإضافة لما تفضل بسيد الهركي راح يعطي فرصة ذهبية للمكونات المتبقية في تصدر نتائج الانتخابات المحلية، وأكو فد قضية أنه مصائب قوم عند قوم فوائده؟ بالعكس استاذ احمد، مع حبي واحترامي لاخوي الغالي استاذ احمد الهركي، انه يعني انت المناطق المختلف عليها خلينا نقول عليها كركوك الغالبيه خلينا نقول الكرديه، يعني ان كان حزب او ان كان حزبين او كان ثلاثه من ياخذون الاصوات سوف تكون للكرد، وبعد الانتخابات حتى بقيه المناطق اللي موجوده يعني في ديالى، في جلولاء، في خانقين، في اكثر اغلبيه كرديه، ان كان للاتحاد، ان كان للديمقراطي، ان كان بقيه الاحزاب الكرديه، عندما تاخذ هذه المقاعد والاصوات هي للكرد، اذا تعتبر مساله طبيعيه. اذا بعد الانتخابات ممكن انه اذا كان تعرف انه بعد الانتخابات يجب ان يكون استحقاقات لهذه الانتخابات، منها المحافظ، منها المعاون، يعني كثير من المناصب الموجوده في تلك المحافظات. لهذا السبب بعد الانتخابات عندما تكون الاغلبيه بالمقاعد ايضا، فاذا ستكون الاولويات لهذا المكون الذي سيفوز باغلب المقاعد. استاذ مهدي، محاضرتك تتحدث عن وحده المكون الكردي، ولكن اكو خصم ثالث يبدو انه تحدي نوعي للحزبين التقليديين، يعني أكيد تحدث عن قاعدة شعبية راح تبدو واضحة في هذه الانتخابات، هنا شنو احتمالات أن تخطف هذه الأحزاب الضوء من الديمقراطي والاتحاد؟ لا أستاذ أحمد، شوف هسه أنت لو تجيها بالعقل، يعني خلينا ناخذها واحد واحد زائد واحد يصير اثنين ما يصير ثلاثة، عندك في كركوك، عندك في ديالى، جلا، خانقين، كلها المنديل، كلها المناطق هاي الغالبية، يعني حتى في كركوك ليش احنا نبات نقول هويه كردستانيه باعتبار هي عراقيه بصبغه كردستانيه، اي انه هناك اغلبيه كرديه. لهذا السبب بقيه مع حبنا واحترامنا وتقديرنا لاخوه التركمان واخو العرب، لا يعني مو هاي اول انتخابات ولا اخر انتخابات، ومدى قوتها، مدى تجمعها، مدى تحالفها، ان كان هذه التحالفات ما اعتقد سوف تؤثر على النتيجه النهائيه لهذه الانتخابات، والتي ستكون واقع حال الايام القادمه ان شاء الله. طيب استاذ احمد، ابواب التحالفات انغلقت مثل ما تعرف حضرتك، وراح تبقى هذه الخارطه الانتخابيه الكرديه اذا حسب توظيف السيد مهدي عبد الكريم اذا بقت على حالها في استحقاق المحليه، وجدت نتائج مجزئه ولا غلبه لاحد، شنو احتمالات الالتقاء بعد النتائج كما يشير اليها السيد الضيف؟
استاذ احمد، يعني بتعقيب صغير على كلام الاستاذ مهدي، لو حسبناه انتخابين يعني القانون الانتخابي من الافضل ان تكون هناك قائمه تضم جميع الاحزاب، لان هناك حضرتك تعرف نظام سانتياغو 1 بوينت، يعني هناك قسمه عدديه، هذه القسمه تكون افضل عندما يكون هناك قائمه، يعني لو كان الاحزاب الكرديه لديها قائمه واحده هذا افضل من حيث المقاعد، يعني عمليه التقسيم ان تكون تجري لمره واحده يعني كقاسم انتخابي افضل من ان تجري على اكثر من قائمه، يعني هذا يضعف ويقلل من مقاعد القائمه. احنا لو تحدثنا من الناحيه العمليه والانتخابيه ضمن القانون الانتخابي، امكانيه التحالف او الحوار بعد الانتخابات هذه وارده جدا، الجزئيه المهمه هنا نؤكد انه كان من الافضل ان يكون هناك تحالف. اما الاتحاد الوطني الكردستاني اذا كان هناك تحالفات ما بعد الانتخابات هذه وارده جدا، وليس على مستوى المكون فقط، يعني ربما نمتد لتحالفات اخرى، وحتى قائمه الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظه نينوى وكركوك هي قائمه متنوعه، في نينوى تضم كل اطراف مجتمع نينوى، في كركوك هناك بعض الشخصيات العربيه وفي ثمانيه مرشحه ضمن قائمه الاتحاد الوطني الكردستاني. لذلك داخل المكون الواحد امكانيه التحالف وارده، وحتى على مستوى المكونات ضمن المحافظه الواحده من الممكن ان نرى تحالفات عابره للمكونات، وهذا يؤسس لواقع جديد ويؤسس يعني مثلا لمرحله جديده يكون الاساس هي خدمه المواطن العراقي، لاهميه مجالس المحافظات فهي تؤكد مبدا اللامركزيه الاداريه، وهي على تماس مباشر مع لتقديم الخدمات الى المواطنين، ونحن يعني حكومتنا هي حكومه خدمات، واهميه مجالس المحافظات خاصه بعد غيابه 10 سنوات مهمه جدا، ونتمنى ان تكون هناك مشاركه سياسيه فاعله من قبل جميع ابناء الشعب العراقي في الانتخابات. استاذ مهدي، يعني شنو نفهم من كلام استاذ احمد؟ يعني هل اكو تنسيق مسبق للالتقاء بعد النتائج، لو الموضوع يتبع الظروف لكل حادث حديث؟ اكيد انه هذه الحوارات اللي جرت قبل ايام والحوارات التي سوف تجري ايضا حتى بعد الانتخابات، اكيد باعتبار انه هناك مصلحه تهم الشعب الكردي بشكل عام والشعب العراقي بشكل خاص، لهذا السبب اعتقد كل هذه الامور ممكن ان تكون بعد الانتخابات، وهناك ارضيه لهذه التوجه باعتبار انه خط واحد واستراتيجيه واحده لدى كل احزاب الكرديه، وهي التمثيل الاكبر في هذه المناطق المتواجده، ان كانت في ساحل نينوى، في كركوك، في ديالى، كثر المناطق اللي هي الاغلبيه الكرديه بها. لهذا السبب اعتقد هناك توجه ايضا حتى بعد الانتخابات ان تكون هناك تحالف يشمل الجميع، وهذا معمول به ايضا في جميع الانتخابات اللي جرت حتى في بغداد، يعني شوف بعد الانتخابات، يعني قبل الانتخابات هناك كثير من داخل الكتله الواحده كثير من الاحزاب تتفرق، ولكن بعد الانتخابات تتجمع هذه الاحزاب وتشكل ائتلاف ممكن تاخذ رئاسه الوزاره ايضا في مجالس المحافظات. هذا الامر هم مطروح ايضا حتى مع الاحزاب الكرديه، ايضا ممكن تكون هذه بعد الانتخابات باذن الله تعالى لكل حادث حديث. اشكرك شكرا جزيلا استاذ مهدي عبد الكريم، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ضيف الكريم في الاستوديو، واثريت الحوار، والشكر الكثير لحضرتك الاستاذ احمد الهركي، عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، حدثتنا عبر سكايب من السليمانيه. شكري موصول لكم مشاهدي الاحبه على حسن المتابعه، في امان الله.